حضر نجم العالم جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين مهرجان لندن السينمائي لمشاهدة فيلم ذا تندربار، وحرصت أمل على تقديم الدعم لكلوني، وكان واضحاً الانسجام بينهما، خصوصاً عندما قبل بعضهما على السجادة الحمراء، الأمر الذي لفت المتابعين وتم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. He is the person who has my complete admiration and also the person whose smile makes وبدا جورج وأمل بسعادة غامرة معا أكثر من أي وقت مضى عندما وصلا لحضور عرض الفيلم، حتى أن الممثل العالمي تدخل لمساعدة زوجته بعدما علق فستانها في حذائها وفقا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. وفي سياق آخر أكد كلوني مؤخراً أنه منع زوجته من مشاهدة أحد أفلامه السينمائية الشهيرة، وهو فيلم باتمان أند روبن، قائلاً: أريد أن أحظى ببعض الاحترام من زوجتي. وقال كلوني أنه رفض السماح لزوجته بأن تشاهد فيلمه باتمان أند روبن الذي قدمه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك خوفاً من أن يفقد احترامها له بعد مشاهدته، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية. وكشف كلوني البالغ من العمر 60 عاماً أنه يمنع توأمه ألكساندر وأيلا أيضاً من مشاهدة لمحة من الفيلم، وذلك لأنه قد يتأذى من تعرضه للانتقاد منهم، إذ يخاف من أن يقولون له في وجهه هذا سيء. Now I didn't know when I married Amal, I didn't really understand that I'd married an entire nation. وتم تصنيف فيلم باتمان أند روبن كأسوأ فيلم تم عرضه عن شخصية البطل الخيالي مكافح الجريمة باتمان، كما نال جورج كلوني وقت عرض الفيلم الذي أنتج عام 1997 انتقادات شديدة بسبب تصميم بذاته كباتمان في أحداث العمل. وأعلن جورج منذ سنوات تبرؤه من بطولة الفيلم الذي يشارك في بطولته أرنولد شوازنجر وأما ثيرمان وكريس أدونيل ومن إخراج الراحل جويل شوماخر. Why not send